طبعا الحمد لله فوزنا في مباراه المقاولين العرب يوم الخميس الماضي بهدفين دون رد، والاهلي كما هي عادته بيسعى دايما لمواصله عروضه القويه في بطوله الدوري الممتاز خلال مواجهته النهارده مع مصر المقصه. موسيماني هو كمان زي ما تعودنا منه بعد كل مباراه بيطالب كل اللاعبين بضروره التركيز ونسيان كل ما هو يعني كل اللي فات وركز في اللي جاي عشان نواصل مسيره الانتصارات وتحقيق اهداف المرحله الحاليه على المستوى المحلي واكيد كمان على المستوى الافريقي. برضو لو هنتكلم يا كريم عن ماتش يعني المقاولون العرب الاخيره، يعتقد كانت برضو مباراه صعبه في اولها تحديدا. احنا قلنا او كنا شايفين فريق المقاولين العرب لعب قد ايه من الدقيقه الاولى كان بيركز على منع الاهلي من تسجيل الاهداف، لكن فريق تعامل بشكل اعتقد جيد جدا واستطاع ان هو يحقق يعني هدف والخروج كمان بثلاث نقاط، وقطع هنا بنتكلم خطوه كبيره جدا في سباق الدوري الممتاز. الهدف الاول اللي شفناه كان في الدقيقه 77 صلاح محسن، وبعد كده محمد شريف الهدف الثاني اللي كان في البدل وقت البدل ضايع، بس برضو نقدر نقول كانت مباراه قويه، بس الحمد لله عدت يعني لمصلحه الاهلي.